أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل المرأة المطلقة لها نفس حكم المتوفى زوجها عنها في الخروج في العدة؟ لا، ليست مثل المتوفى عنها، لها أن تخرج، لكن مع التستر ومع عدم التزين في العدة حتى تنتهي عدتها، ولا تخطب وهي مطلقة بائن، لا تخطب، لا يجوز، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا، فلا يجوز خطبتها، إنما يجوز التعريض لها من غير تصريح. فهذا الذي يلزم المعتدة الباين المطلقة الباين، أن تعتد بالحيض، ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وفي أثناء العدة تحفظ نفسها، ولا يجوز خطبتها صراحة حتى تكمل عدتها. أما المطلقة الرجعية فهذه زوجة، ما تزال في عصمة الزوج، ولا يجوز لأحد أن يعرض لها، لأنها ما زالت في عصمة الزوج وما زالت زوجة. نعم.